احلم فالحلم جميل احلم فالحلم جميل غني 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 لحنا فيه دعاء غني 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 وادنوا لأعلى سماء وادنوا لأعلى سماء غني 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 لحنا فيه دعاء غني 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 وادنوا لأعلى سماء وادنوا لأعلى سماء السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ الاخبار؟ تمام. ايه لسه برضه ما لقيتش الديزاينر كنت بدور عليه؟ لا لسه. الاكل خلاص؟ نص ساعه وهيبقى جاهز. يكون ادم وصل. اوكي هخش عليها شويه. طيب يا حبيبي تمام. مجدي يا مجدي تعال شوف ادم. ايه ماله؟ حصلت له مشكله تاني في المدرسه. الله لا قوه الا بالله. ايه اللي حصل؟ ما رضيش يختاروه في الفريق. فريق ايه؟ الفريق بتاع مسابقه الرسم اللي كان مستنيها واللي كان من اول ما ترشح لها. علشان ما بيفهموش ولا عمرهم هيفهموا. طيب لغايه امتى؟ لغايه امتى مش هيفهموا؟ وهو هيقدر يكمل كده ازاي؟ امال لما يجي يخش جامعه او يجي يشتغل عدى اصلا هيقدر يخليه يشتغل؟ هيكمل حياته ازاي؟ هيعيش كده ازاي؟ طيب اللي جاي سارة. اللي جاي ده سارة. ايه انا هكلم المدرسه. مجدي انت بخير؟ مفيش مفيش حاجة. صباح الخير. صباح النور يا ماما. عايزك تكلمي الولد اللي قابلته امبارح. مين؟ اللي جاي اعمل انترفيو وانا رفضت. الولد ده hold my hand.
just hold my hand, hold my hand, save my soul tonight.